الشريرة قررت تخبر أهلي إني رسبت، عشان هيك قرروا إنهم يعاقبوني لأسبوع كامل. بس اليوم أنا أخذت قرار رح أحاول أهرب. أعتقد إنه هذا أغبى قرار باخده بحياتي. فوصلوا الفيديو 20,000 لايك حالا، الكل يكبس لايك وما حدا يحاول يقلد الفيديو لأنه جدا غبي. وخلينا نبلش نلعبها نورمال ولا إيزي ولا هارد ولا خلينا عن نورمال مبدئيا لأنه أول مرة بلعب هاي الجيم. تمام جو. عم بحكي له ماما ماما اصحابي برا خليني اطلع معهم. عم تقولي خلصت واجباتك؟ بقول هلا او جبت لها علاماتي جايبه اف راسبه. ماما انا باكد لك ملخبطين، انا مستحيل ارسب. كثير عم صرخ علي يي اي اي وصرخت على صاحبي، صرخت على الكل. جايز ماما حكت لي اذا بشوفك بتعمل اي شيء غير الدراسه رح اقضي عليك. عم بحكي هلا صرت لازم اعمل واجباتي بسبب مدرسه غبيه حطت لي علامه غلط. ما برسب. اوه شغلت الكمبيوتر. كيف ما حدا يسالني؟ ما بعرف شو الباسورد، ما بعرف. هنت اندرو ذا ادير اوف بيرث، امتى عيد ميلادي؟ لازم لك الاقي اشي بطريقه معينه اعرف فيها عيد ميلادي. اوه لقيت ضوء. لقيت ضوء. اوه عم باخذ منه بطاريه. ليه؟ اوكي اي ثينك لازم اتشجع واطلع من الغرفه. اوه شغلت الضوء. طب هيك احسن، هيك صرت اشوف. صاحبي ابو صلعه. ايه ماما برا، بقدر استغل هذا الوقت واطلع. افتح يا سمسم ابوابك، نحن الاطفال. شكله بابا كان قاعد هون. طب هو وين راح؟ مسكني. يي بقولي العب رياضه. ابي خليني العب رياضه. نو واي بابا بكفي مدد. اوكي في اشي هون مكتوب فيه عيد ميلادي انا مش شايفه. ايش هاد؟ ويت. واحد احمر، اثنين اخضر، ثلاثه برتقاني، اربعه ازرق، خمسه ابيض، سته اصفر. اني حتذكر اشي من هدول؟ باكد لكم ما حتذكروا ولا اشي من هدول. امي كم اهواها اشتاق لمرآها. ماي جاد سكر الباب سكر الباب. في ضوء؟ ما في ضوء، انا مش شايفه. او الضوء برا. مين بحط الضوء برا الحمام؟ في حدا بحط الضوء برا الحمام؟ ابوي عم بصرخ، ابوي عم بصرخ. في اي اشي هون ممكن نستفيد منه؟ ايه اخذ ضوء. خض ليه؟ ما تسالوني، ما بعرف شو عم بخطط لسه، بس عم بخطط لإشي. المفروض اهرب. امي كم اهواها. اوه لازم الاقي مفتاح، لازم الاقي رقم سري عشان اقدر اطلع من الباب. ليه طيب؟ ليه كل هاد؟ انا مستحيل اهرب اصلا. عم بدرس عم بدرس. ضربتني كف، قالت لي روح جيب المكنسة وكنس البيت. حاضر. والله انضربنا كف قوي. وين صاحبي هذا الخاين؟ هرب وتركني. يو ماي فريندو. ايه عنا كلب. هاي دوكي. او عم بكنس. طلعي ماما ما احسنني. او عم تطلع علي. ماما خلص ما بكفي نكنس كمان. اوكي. صراحة كنت متوقع اهرب بهي الجيم، ما كنت متوقع اقعد اكنس. سامحتني قالت لي روح ادرس. جايز اعتقد المرة الجاي فلازم انتبه، لازم انتبه جدا. انا هلا مو عامله شيء مفيد بحياتي. ايش بده يكون عيد ميلادي؟ لا 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 لا. هاي بابا عم بدرس. لا لا انا وضعي سيء، وضعي سيء كثير. ما توقعت الجيم ما تاخذ معي كل الادوات، توقعت اكون برو بلاير. اوكي عم بحكي اذا انا بتحرك وانا قاعده اهلي ما بسمعوني. او ماي جاد تعبت. سكر سكر الباب. اوكي دخلنا على غرفه ماما وبابا، فهذا شيء منيح اعتقد انه حبلش ادور هون. ايه هذا ميك اب ماما. والله يا ماما ميك اب وحركات. ايش هاد؟ ايه اخذت شيء. اي ثينك هاد بقدر اعمل منه مفتاح واهرب. في شيء هون بالدفاتر، في شيء هون. اوه ايش هذا الفيز؟ او 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 بسرعه بسرعه تخبى هون. تخبى تخبى سكر الباب عشان الله سكر الباب. ما بعرف اذا سكرت الباب او لا. انا عم بحكي انت قاعد بالخزانه انمسكنا. او ماي جاد حكى لماما، حكى لابننا عم يحاول يهرب. انا مو شايفه. طيب كيف بدي اعرف من وين اطلع؟ انه ابوي احلف لك بشو اني مش شايفه شيء. تعال طلعني ابوي. اوكي حرجع اشغل الضوء. الله يستر انا توترت. جايز اصعب نجراني، والله اصعب نجراني. او في هون لابتوب بقدر اشغله. او بده باتري. ما تقولي لي بدي اجيب له الشاحن. يا رب ما يشوفني، يا رب ما يشوفني، يا رب ما يشوفني، يا رب ماما تشوفني، يا رب ما حد يشوفني. يا زلمة افتح سكر سكر. ماما وين؟ اي ثينك ماما بالمطبخ. البيت يا اخي البيت صغير، انا مش عارفه اهرب البيت صغير. اوكي اي ثينك ماما بالمطبخ. استني وبقدر افتح الباب بهذا المفتاح. This key doesn't fit. معقول المفتاح لهذا؟ معقول انا هربت؟ اهرب سكر الباب سكر الباب يا زلمه. ان شاء الله سكر الباب. تمام. انا مو خايفه بالمره. او ايش هاد؟ في اشي هون بقدر اطلعه بس اي ثينك بدي اشي. طب لهلا بلشت افقد الامل صراحه، انا اكون معكم صريحه يعني بلشت افقد الامل. بس برضه ما راح افقد الامل. ليه؟ لانه بيكا لا تخسر. بدي اياها تطلع لبرا عشان اقدر اروح المطبخ. اوكي بقدر ادور بالمطبخ. او رجعت 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 رجعت. جايز اللعبه صعبه. بحس في اشي بغرفه الاب انا ما لقيتها لسه. ايش هو؟ ما بعرف. اوكي لازم اشغل الضوء. حنمسك. بقولك اشعل الضوء.
مش راضي يشتغل الضوء. ما تستفزوني ما تستفزوني. جايز سأسكر، لقيت خزنة كان مكتوب 1 2 3 4. نسيت العدد. كان لقينا بازل مكتوب عليها 1 2. اوكي اذا بطلع حيشوفني. او رن تليفونه رن تليفونه. وي ار ديد. سكرت الباب، ما انتبه انه الضوء شغال. الوضع امان، الوضع امان. بدي اروح اشوف البازل، احفظها، ارجع افتح الخزنة، اهرب. ايزي. اوكي افتح الباب. بس كيف بدنا نفتح الباب؟ او فتحنا الباب. اوكي ماما لساتها بالمطبخ عم تطبخ. يا زلمة ليه بتصرخ؟ ليه بتصرخ؟ وين المكعب؟ هاي المكعب، اطول المكعب. لحظة اكتب، لحظة اكتب. القلم انكسر. 1 احمر 2 اخضر 3 برتقاني 4 ازرق 5 ابيض 6 اصفر. الله علي ولكم برو بلاير. انا برو بلاير. اوكي بابا ما تلف، بابا ما تلف. ووو كرة قدم، ووو كرة قدم. او ماي جاد. يلا 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 يلا. وي كان. اوكي اعطيني اياهم. 1 احمر 2 اخضر 3 برتقالي 4 ازرق 5 ابيض 6 اصفر. جايز ما بعرف، ما زبطت. جايز الحل بالمطبخ، وماما ما عم تطلع من المطبخ. مو عارف شو اعمل. ما حتلف ظهرها صح؟ لا حبسوني ياه! عم بنضرب. ابوي مش مستاهلة والله. بيبا اكلت قتلة. جايز اعتقد لازم نلعبها اول مرة ايزي، لانه انا لسه مش عارفة من مكان الاغراض وهيك. فبنلعبها اول مرة ايزي بعدين بنلعبها هار. او ايش هاد؟ لقيت شاحن. او لقيت صورة الي. مواليد 2010. انا مواليد 2010. اندرو 2010. يمكن لازم احطها بين قوسين. مكتوب 2010. مكتوب 2010. 2002. ليه 2002؟ المفروض 2010. اوكي ايش في اشياء هون؟ ايميل بابا. بقدر ابعث له مسج فيك. ابعت مسجات فيك لبابا. جايز ما حدا يعمل اللي عم بعمله حاليا. انا عم بجيب العيد. اي بابا راح على التواليت. انه الوقت المناسب. بسرعه بسرعه افتح. ليه بحس انه بابا ما راح على التواليت؟ او لقيت مفتاح. انا مو هون، انا مو هون. بليز ما تشوفني، انا مو هون. لا انا مو هون. هلا خليني العب رياضه. ما بدي العب رياضه. 2 3. او لقيت اشي. فتحت السياره، لقيت مفتاح السياره وبقدر اخده. ايش اهرب السياره؟ تهورت. اخوي تهورت. اي ثينك انه اخذنا مفتاح السياره عشان نطلع صوت بالسياره، فاهلي يروحوا على السياره. يا عمي ذكائي ذكاء. ايش هاد؟ ويت هي ما كانت موجوده المره الماضيه. استنى شوي بقدر اغسلها. اوه ماما عم بعمل لك الغسيل، لازم تحبيني. والله ما عم بلاقي شيء مبدئيا. مشان الله بدي الاقي شيء. ايش هاد؟ لقيت مفتاح ريموت قصدي. عم بيقولوا لي لازم اروح لغرفتي بسرعه. او اجى بابا، اجى بابا. قاعده بدرس. نسيت اسكر الباب. نو واي ان الموضوع صعب لهذه الدرجه. مرحبا كلب، انا جاي انطفك. هذه هي فرصتنا الاخيره، يجب ان نفوز. جايز معي مفتاح السياره. ليه ما بعرف. ايش هاد؟ ويت شغلت شيء. بدنا رقم سري. الموضوع اصعب مما يبدو علي والله. حط لي اللابتوب الشحن. الله علي. انتر باسورد. اوكي ماما طلعت تسال الزريعه. اسمع هلا برجع لهون. بس خليني اروح اشيك على المطبخ. عم بحكي بقدر اطلع من شباك المطبخ، بس بدي الاقي طريقه اخلي ماما تفتح الشباك. اوكي اذا طفيت اللي بشفط الدخان، وبدنا نعلي هذا على الاخر وهذا على الاخر. اوكي صار في دخنة. ارجع غرفتك. سكر الباب مشان الله. انا عم بدرس. كان لازم اتخبى. ركزولي هلا السبيد رن. صبي مش عم بلاقي اشي. سبيد رن على الفاضي. اسمع رح افتش كل اشي هون قبل ما اطلع لبرا. او شاحن نايس. يا اخي مفاتيح السيارة نفسي اعرف شو بستفيد منهم. سكر، ارفع، سكر. اوكي شغلنا المغسلة، الغسالة. ليه ما بعرف. عم تحكي شو هذا الصوت اللي جاي من الحمام؟ اذا حتطلع من المطبخ هلا. لا والله سكرته. عم بدرس تمام بمثل. طلع اي باب بفتحه لازم اسكره، لانه اذا ما بسكر الباب بتعرف اني انا ما درست. فكري قد ما تقدري. ايش ممكن نعمل؟ اوكي اي شيء بدنا نعمله لازم نتاكد انه نسكره. هي صارت نظيفه. بقدر احط هاي على هاي. ايش هاد؟ استنى بدي ارن الجرس. قبل ما ارن الجرس سكر الباب. تعلمت من اغلاطي. رن الجرس. اركض. اوكي طلعت. لا والله لا عم بدرس. ما عملت شيء. لا ماما اي شيء بدك اياه، بس مو هي. بليز ما تخليني انظف التويلت. عم بنظف تويلت. طلع الهروب من الجد كثير اسهل من الهروب من الوالدين. ايش ممكن اعمل؟ لقيت مطرقه. ليه مطرقه؟ شو ممكن اعمل بالمطرقه؟ اكسر الباب.
او 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 بابا اجا. بليز بليز افتح الباب بليز 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 بليز. او ماي جاد حيصير يدور علي. عم بتقولي انت محسب ابوك غبي؟ لا والله مو محسبه غبي، بس بليز ما تلاقيني. او ماي جاد نادى نادى ماما. جايز خلص والله كنا بنمزح معكم. مزحه مزحه. او ماي جاد جايز على ما اعتقد انه هاي واحدة من اصعب الالعاب اللي بلعبها بحياتي، والمصيبة انه في 7 طرق للهروب. 7 انا مش عارف اعمل ولا واحدة منهم. فاذا حابين نلعبها بلايف وتساعدوني ونحاول نلاقي طرق الهروب اكبسوا لايك، وبشوفكم الفيديو الجاي. يلا باي.